دشن اليوم بحي شوى بالدائرة السابعة سوق جديد للأسماك. النائب الثالث لعمدة بلدية أنجمينة صالح كوتشي زوغولو هو من رأس حفل التدشين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي تجار الأسماك ومنظمتي أوكسفام وسيلياف. تقرير مريم عبد الرحيم عرضي. تعتبر الأسواق العامة والمحلية ذات أهمية كبرى من حيث البيع والشراء، لا سيما الخضروات والأسماك واللحوم، حيث أنها تلقائيا يجب أن تكون نظيفة لتجنب الأمراض. لذا جاء افتتاح سوق الأسماك والذي سمي بسوق فرحة. وذلك بحي شقوى بالدائرة السابعة. وبمناسبة الافتتاح، ممثل منظمة أوكسفام أكد بأن هذا السوق سيسهم بلا شك في تحقيق مزيد من التقدم والتنمية الاجتماعية، خاصة للنساء اللائي يمارسن تجارة الأسماك. أما النائب الثاني لعمدة بلدية جمينة صالح كوجي زغلو، بعد شكره للحضور على هذا التضامن لأجل افتتاح السوق، أثنى على جهود أصحاب هذه الفكرة الخاصة بتأسيس هذا السوق، وهن منظمة أوكسفام والخلية النسائية للربط والإخبار سيلياف. شفتوا نديف وندور ان شاء الله يمكن هم الابين اللي كان جو قاعد في البوكان ذاته يقول نديف مش انا هسه بس عشان نجيب لهم ناس امال هالبوشو ونجيب لهم امين ناس سكيورتي. لما قلت لهم ناس يقولوا لهم فراس مراقبهم 24 ساعه، عندنا ناس خاص قاعد ناس السماء قاعدين المسؤول هنبدا يفكروا فوقهم و24 ساعه ندوا فوق. يقول نديف مش الدبل. احدى البائعات عبرت عن سعادتها بافتتاح هذا السوق الجديد. أكما شافت تابنا يوجا سولنا سوق بروب دا كالي أي ما نادم كل كالي يجي شوف السوق دا سوق دا كده في دار أكاردا فيوا كما أنينا نسود بس الله ردي أننا ما في دا سوق ميشل كده دار أكاردا نارم ليجي ما في كالي كان شادنا إن أنا فكا ألقي سو تجارة دا كالي يجي في سوق أنا الفارة دا شافا سوق دا بروب دا كان يمشي دار أكار كله يقدر المنازع سوق دا سو كي قبل ماردن غيابك ما في. ونشير إلى أن السوق قد وضع حجر أساس بنائه منذ تاريخ 15 من أبريل للعام 2015.